أهلا وسهلا بكل أصدقائنا اليوم ومشاهدينا الجداد بحلقة جديدة وكتير مميزة من أبطال الكتاب. بتعرف يا إلي، أنا كتير حاسة اليوم بالامتياز إنه اليوم، يعني اليوم خاصة اليوم، سأقف فيه أبطال الكتاب. ليه اليوم؟ اليوم بالتحديد؟ لأنه اليوم يا إلي حنكون عم نحتفل بعيد سفن كيدز الـ 11. yeah. واليوم إذا ملاحظين أصدقائي ورانا أنا وكارن، إذا بدي كارن هيك زيح شوي على الشمال أو أوكي هيك بتبين الشجرة يلي ورا كارن والزينة. استوديو مغير عليكم ومغير علينا. صح. كمان أصدقائي، فاليوم حلقة مميزة، مش بس مغير اللوك بالستوديو، كمان كارن مغير اللوك. اللوك ليش؟ ما عليه. تعرفي يا إلي، حلو هيك نحن وعم نحتفل بهيدا العيد اليوم. نعم. نكون عم نصلي للست سفن كيدز. أمين. يعني أنا شايفة ونحن عم نشارك يا إلي بهيدا الشيء إنه عن جد هيدا المحطة عم تعمل عمل كتير عظيم. يعني أنا بعرف أوقات بلتقي بأشخاص بتقلي كارن إنه حضرنا حلقة أبطال كتاب، وأوقات بيقولوا غير بروجرامات، فبيكونوا مأثرين وبخبروني شو تعلموا وقد عم يتقربوا من الرب يسوع. أمين يا كارن. فهيدي فرصة نحن نكون عم نصلي إنه الرب يستخدم أكتر الست سفن كيدز كرمال هي تكون عم بتوصل رسالته أكثر لكل الأشخاص. أمين. فإذن اليوم أصدقائي حلقتنا عن جد مميزة، ومشان هيك ما عنا قراءة محددة لليوم، بس عنا كتير أسئلة عن ست سفن كيدز، يعني عن المقدمين بست سفن كيدز، عن البرامج بست سفن كيدز وغيرها وغيرها وغيرها. بس الأسئلة أصدقائنا ما تعتلوا هم هينة، وبتعرفوا في عندكم دائما اثنين هيلبر، الهيلبر بتشوفوه على الشاشة وفي أنا، فاتصلوا فينا حنكون عم نساعدكم. وانا برايي قبل ما نتابع حلقتنا في فيديو كتير حلو اصدقائي بدنا نحضره عن عيد ست سفن كيدز، فخلينا نحضره سوا وبنرجع منتابع معكم حلقتنا. شايفين الدنيا بشكل جديد، ما بدنا بكرة مثل اليوم، بدنا أحلامنا بكرة تصير حقيقة ومش كذبة تكون. شايفين الدنيا بشكل جديد، ما بدنا بكرة مثل اليوم، بدنا أحلامنا بكرة تصير حقيقة ومش كذبة تكون. جيل اللي جاي هو نحن، شايفين الدنيا بشكل جديد، ما بدنا بكرة مثل اليوم، بدنا أحلامنا بكرة تصير حقيقة ومش كذبة تكون. واو يا إلي كتير حلو. قد ايه حلو من 1 لـ10؟ لـ10، يعني لو في قول 20 ما كنت بقول لا. عن جد فيديو رائع أصدقائي، كمان بذكرنا قد ايه مهمة الكلمة واللي عم تنزرع فينا من خلال هيدا المحطة والبرامج كلها اللي انتو عم تحضروها فيها. رح نتابع حلقتنا ونحكي أكتر عن عمل الرب يسوع بحياتنا بالست سفن كيدز بكل برامجنا، بس معنا أول اتصال أخدته كارن من خلال الفيديو، فما منحب ننطر أصدقائنا. أول اتصال. ألو؟ ألو؟ اوكي معنا البرتو. الو الو، هاي البرتو. الو كيفك يا البرتو؟ منيح. عم تسمعني منيح؟ نعم. اوكي يا البرتو، نحن اليوم عم نحتفل بعيد الست سفن كيدز. نعم. فهيك في شيء بتحب تقوله للست سفن او تصلي لنا صلاه صغيره؟ انت اللي بدك. انا بدخل هالمحطه لانه عم بتخلي الناس يتقربوا من يسوع. امين. اوكي يا البرتو، ثانك يو. في شيء بدك تقوله يا علي؟ لا لا. اوكي. كان بدي اسال البرتو اي احلى برنامج بحبه. البرتو
ما تقول ما تقول ابطال الكتاب، فيك تقول اي برنامج انت بتحبه ب 7 كيدز. كل البرامج. كل البرامج. نحن بنشكرك على متابعتك وبنشكر رابيا البرتو لاجلك ولاجل كل الاولاد يلي الرابع عم يشتغل بحياتهم من خلال هاي المحطه. طيب اي رقم اليوم حابب تختار معنا هو اول رقم اليوم بحلقتنا؟ واحد. والسؤال الاول بيقول نحن اليوم نحتفل بالعيد، بدنا نعرف اي عيد ل 7 كيدز. العيد الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر. برافو يا البرتو. شو هالالبرتو هيدا؟ واسمك يا البرتو هو اول اسم بينزل معنا بالبوكال. بتعرف الي بس انا يعني في جمله كثير لفتتني بالفيديو اللي حضرناه اللي هو انه نحن الجيل. نعم. اوكي نحن بنعرف يعني انه هلا في جيل هيك طالع عم بيصعد وبدي انا بس وجه له كلمه فيه ايه يعني هلا عم بيكبر وعم ينمى وعم بيتعرف على قصص وبعرف يعني انه نحن في قصص بنتعرف عليها بتكون صح واوقات غلط ففي بس وجه لهم كلمه صغيره أكيد. هيك حسيتها كثير انا يعني بعرف انه هلا عم تحضرونا بس بدي اقول لكم شغله بتعرف الي يعني اهم شيء انا وعم بكبر وانا وعم بنمى وعم بعرف يصير عندي معرفه واتعلم واخذ شهادات كثير مهم اصدقائنا نكون عم نبني حياتنا على كلمه الرب عن جد يا الي يعني نحن انا وياك اختبرنا انه نحن بفتره معينه ما كنا بنعرف مين يسوع كنا بنعرف عنه وكنا هيك عم نعيش حياتنا بس بعدين اختبرنا انه الرب يسوع هو بينه وتغيرت حياتنا فانا بقول يا ريت يا ريت يا ريت كنت بعرف يسوع من انا وصغيره وكبرت انا وعم بعرفه وانا وعم بتعلم من كلمه الرب فمشان هيك اصدقائنا انتوا عندكم فرصه هلا انه تكونوا بهيدا الوقت عم تقولوا له للرب يسوع انا بدي اكبر انا ومعك ما بدي اكون بعيده عنك بدي اكبر انا وعيش حياه صالحه لانه انت بحياتي فمشان هيك بشجعكم كونوا هيدا الجيل الجيل القريب من الرب يسوع يلي عم بيبني كلمته على هيدا الكتاب وحده وعم بقول له للرب انا بحبك بدي كمل حياتي دائما معك أمين يا كارن أنا بشكرك لأجل هذه المشاركة وأنا كمان عندي شيء أقوله بس رح أقوله من خلال الحلقة ورح نترك مجال لكم أصدقائي كمان تخبرونا كيف الرب عم يشتغل بحياتكم لما تحضروا 7 كيدز وشو البرامج اللي بتحبوها بهيدي المحطة هلأ معنا اتصال تاني عبر الواتس أب ألو مساء الخير ألو الو مساء الخير عبد النور من الجزائر اهلا يا عبد النور ازيك الحمد لله وانتو كيفكم نحن منيح نشكر الرب عبد النور كيف بتقولوا كيفك او ازيك بالجزائر قلت صح انا او لا سوري ما سمعتك يا عبد النور بعتذر يمكن الكونكشن عم بتشوش شوي نحن كمان بدنا نوجه عبد النور بدي اطلب منك تسمعنا مش من السبيكر سمعنا من التليفون عادي واذا مدور التي في كمان نوطي الصوت لحتى اسمعك بوضوح اوكي عم بقول لك انه هو وطى التلفزيون بس يمكن الكونكشن شوي منا منيحه فمشان هيك يا عبد النور اذا ممكن عبد النور نشيل اللاود سبيكر يعني اسمعني من التليفون دايركتلي هيك على دينتك من دون ما تحط لاود سبيكر اوكي هلا سامعك منيح اوكي كيف بتقول كيفك او ازيك بالجزائري كيفاش راك؟ كارن سمعتيه لعبد النور؟ نو فيك تعيدي عبد النور؟ كيفاش؟ 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 كيفاش راك؟ كيفاش؟ اوكي هاي كلمة جديدة بنتعلمها منك يا عبد النور، نحن كثير فرحانين باتصالك معلش إلي وكارن نحكي معكم فيديو؟ فيديو؟
نحن منتمنى يا عبد النور. يلا خلينا ننتقل للفيديو. وإذا عبد الحق حدك كمان خليه يوقف حدك لنشوفكم مع بعض. أنا هلأ بعتلكم ريكوست لنشوفكم على الفيديو. أوكي. هاي عربي يا كارل يشوفوك. هاي نحن كثير نحن منيح نشكر رب. كيفاش؟ فستك فستك أيدتك. نحن بنحبكم كثير. ونحن كمان يا عبد النور. أنا لاحظت إنه في فرق بالوقت لأنه هلأ ببيروت الدنيا كلها عتمة ظلمة عتمت يعني صار ليل. قد الساعة عندكم هلأ؟ الساعة 4 المساء. اوكي في فرق ساعة بالتوقيت. طيب يا عبد النور ويا عبد الحق أي رقم بدكم تختاروا معنا؟ رقم أي رقم؟ أربعة. اوكي واو أنا حروح يا قليلة هونيك لأنه كارن راحت على البورد وأنا رح قد ما فيه رح أقرب التليفون. سؤال رقم 4 بيقول برنامج يتكلم عن التسبيح كان يعرض على سات 7 كيدز. أوكي الاحتمالات هن مصنع الجيتارات، مصنع الموسيقى، مصنع التسبيح أو مصنع الآلات. وبلش وقتك يا عبد النور وما تنسى أنه عندك الهيلبر يلي بيقدر يساعدك. تسبيح يعني مصنع التسبيح. الاحتمال الثالث جواب صحيح. برافو يا عبد النور. بدي اقول لك ان احنا كثير فرحنا باتصالكم. بنشوفكم بحلقه الجايه. اوكي هيدا باي. وهلا معنا اتصال جديد من صديقنا داني. الو الو هاي داني. هاي ازيك؟ ازيكم؟ نحن كويسين، ازيك أنت؟ أنا كويس، كل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيب يا داني. داني اليوم منعيد بعيد ست 7 ل 11، يعني 11 سنة ست 7 كيدز عم تقدم برامج مختلفة ومنوعة وحلوة ومباركة. في شي برنامج أنت كثير بتحبه أو بتحب توجه أي رسالة للست 7 كيدز اليوم؟ أبطال الكتاب. أبطال الكتاب. هيدي من يعني حتى لو أنا قلت لك يا داني فيك تقول أي برنامج تاني كمان؟ قصة قبل النوم. قصة قبل النوم. أوكي يا داني نحن بنشكرك لأجل اتصالك ومتابعتك ومثل ما قلت قبل شوي لأصدقائنا كمان نحن بنشكر الرب لأجلكم وبنصلي لكم على طول حتى كل شيء عم تحضروا يكون سبب بركة لحياتكم. داني أي رقم بدك تختار معنا اليوم؟ ستة. والسؤال رقم 6 بيقول برنامج السنابل هو أول برنامج تم عرضه على قناة سات 7 كيدز، هل هيدا الشيء صحيح؟ نعم أو كلا؟ وبلش وقتك يا داني. هو كثير قديم يا قليل برنامج السنابل نيوز. يعني 11 سنة. واو. من تاريخ سات 7 كيدز. فكر منيح يا داني. تذكر هلا يمكن 11 سنة قبل ما كنت تتابع بس قبل 11 يا قليل قبل 11 سنة كمان. صح يعني نعم جواب صح. برافو يا داني. قليل برنامج السنابل نيوز صار له تقريبا أكثر من 18 سنة. واو أنا صراحة تفاجأت هلا. سنابل أوكي يعني أنا عمري 29 فبوقتها ما كنت انا عم تابع بس انا كنت روح على مدرسه الاحد ومشان هيك كارن قالت قبل شوي انه هيدي فرصه لكم اصدقائي يلي عم بتتابعوا سات 7 كيدز من وقت ما كنتوا صغار او هلا بعمركم عم تتابعوها هيدي عم تكون فرصه لكم لحتى تسمعوا كلمه الرب. كارن انا بعرف انه في كثير اتصالات بس بعرف انك بتعرف يا قلي بس احنا هلا بتعرفي اني انا بعرف و يس هلا صرت اعرف انك انت بتعرفي انه انا بعرف انه عندنا اتصال من كريستوفر. اوكي الو
الو كريستوفر، اوكي كريستوفر بدي ارجع اطلب منك اذا فيك ترجع تتصل فينا مره ثانيه، لانه اكيد نحن بنحب انك تشارك معنا بابطال كتاب. طيب اللي شو كنت بدك تقول؟ كان بدي اقول انه بعد ما شفت الجوائز بدك تشوفهم، بلكي حدا من اصدقائنا مثلا هلا بده يعرف شو الجائزه الاسبوعيه. اوكي 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 موافقه؟ يلا ايه. طيب اصدقائي خلينا نشوف شو هن جوائزنا ونرجع منتابع حلقتنا. لكل الفائزين معنا بأبطال الكتاب جوائز أسبوعية عديدة بانتظاركم: كيدز لاب، مونوبولي الكتاب المقدس، ساينس أوف كاندلز، فلاينج كيت. أما الجائزة الشهرية الكبرى لها الشهر فهي قصص وأحداث من الكتاب المقدس، كتاب بازل ومغامرات من الكتاب المقدس، وصورة بتجمعكن مع كارل وإيلي. وفي حال كان البونس من نصيب حدا منكن فجوائزنا لكن هي: لعبة أبطال وعظماء، فوتبول، داما، باونس بابل. لكن هون هن جوائزنا إلي وجوائزنا كتير حلوين. أوكي معنا اتصال كارن من مصر. كارن مبينة إنه كتير متحمسة وكتير فرحانة. أوكي كارن اتصال من مصر. تصدق قد فرحانة يا قلبي. بعرف. ألو كارن مين بتاخذ الاتصال؟ أنت يلا. ألو ألو مساء الخير. ألو ألو مساء الخير. مين معنا؟ مين عم يحكينا؟ بولا. بولا أوكي، شو العائلة يا بولا أو شو اسم الوالد؟ عطية. عطية، هيدي أول مرة بتتصل فينا؟ أيوه. بولا أنت اليوم عم تتصل ونحن اليوم عم نحتفل بعيد ست سفن كيدز، حابب أعرف إذا أنت على طول بتتابعنا. لا أول مرة. أوكي، نحن كثير فرحانين باتصالك وبمتابعتك، وبدي أقول لك مثل ما بقول على طول لأصدقائنا إنه نحن من خلال ست سفن كيدز وبرامجنا عم نتعلم كلمة الرب سوا، فهيدي فرصة لإلنا ولإلكن لحتى ننمى ونكبر على هيدي الكلمة. أمين؟ أمين. أمين. أمين يا بولا، جاهز لسؤالنا؟ جاهز. جاهز، أي رقم رح تختار؟ ثلاثة. والسؤال رقم ثلاثة بيقول: ما هو اسم مقدمة برنامج قصة قبل النوم؟ ماريان داو، ريتا المنير، أندري المنير، أو كارين خوري؟ وبلش وقتك. ريتا. ريتا. الواضح إنه بولا بتابع برامج ست سفن كيدز، وهيدا الاسم يا إلي نزل بقلب البقال أصدقائي. ورجع صديقنا كريستوفر اتصل فينا. ألو؟ ألو. هاي كريستوفر. هاي كيفكم؟ نحن كتير منيح، أنت كيفك؟ أنا منيح. كريستوفر؟ نعم. واحد اثنين ثلاثة تفضل. كريستوفر أنا كتير فرحت أني شفتك بالفيديو، ومثل ما بنعرف انك كمان بكل حلقة بتحضر لنا فيديو مع صديقتنا شام، فانتو من ابطال الست سفن كيدز، انتو من الاشخاص يلي عم تبنوا اوكي وعم تستثمروا وعم بتأثروا على حياة اطفال غيركم واولاد غيركم بعمركم، انت عارف هيدا الشيء؟ نعم. فمع الوقت يا كريستوفر انا بدي اقول لك وشجعك انه هذا الشيء اللي عم تعمله هلا يمكن بالنسبه لك شيء كثير صغير، بس بدي اكد لك انه الشيء اللي عم تعمله هلا له ثمر، يعني له نتيجه كثير كبيره بحياه كثار عم يحضرونا. فانا بدي اشجعك على طول يا كريستوفر تعيش مع الرب يسوع وتحبه اكثر. امين. شكرا. اوكي يا كريستوفر، اي رقم حتختار هلا؟ ستة. اختاروا إذا فيك تختار رقم تاني. سبعة. سبعة. أقولك الفيديو، في فيديو اليوم؟ هلا اليوم مشوف. ما في فيديو. أوكي كلمة السر. كلمة السر، أنا بعرف يا كريستوفر أنت شاطر بكلمة السر. هو اسم برنامج مؤلف من ستة أحرف، وهو برنامج يدرس الأطفال الذين مدرستي.
مدرستي. انا كنت بدي اروح لحظه خلوني رح اروح اقول له لكريستوفر. اوكي قولي له جوابك كريستوفر صح. كريستوفر ما بدك هيلبر او شيء ابدا؟ لا. اوكي. كريستوفر برافو، اسمك صار بقلب البوكال. ثانك يو على اتصالك. وهلا يا الي معنا اتصال جديد من مصر. الو. الو. مرحبا. الو. الو. مين معانا؟ ديفيس مدحت. جويس مدحت، ازيك يا جويس؟ ديفيد مدحت. ديفيد مدحت، اوكي، ازيك ديفيد؟ كويس. قد ايه عمرك؟ كويس. عمرك كمان كويس يا ديفيد؟ عندك كم سنة؟ 5 سنين. 5 سنين، ديفيد؟ من 1 لـ10 قد ايه بتحب سات 7 كيدز؟ 1 قليل. شو قلت؟ ما سمعتك. 10. ونحن بنحبك كثير يا ديفيد. اي رقم حابب تختار معنا؟ 20. والسؤال رقم 20 بيقول برنامج عيلة يسوع يقدمه فريق خدمة الصلاة للأطفال، صح يا ما غلط يا ديفيد؟ وبلش وقتك. صح. صح. نعم. وجواب صح. واسمه لديفيد صار بقلب البوكال. بتعرف إلي انت وعم بتقله لكريستوفر انه عن جد العمل يلي عم بيعملوه كثير مهم، عن جد بتعرف اوقات هيك بقله للرب يا رب هلا يمكن هلا الاوقات العمل اللي بنعملها مش شايفين قد ايه اهميتها، بس وقتها يقطع وقت ونشوف الثمر يلي اجى من وقتها من ورا هيدا العمل بنقول يا رب ثانك يو. فمشان هيك انا بصلي لإلك ولإلي ولكل اصدقائنا يا الي انه كل عمل بنعمله يكون عم بيعطي المجد للرب. امين. وعن جد كل عمل بنعمله لما نطلع عليه لما نكبر مش بنستحي وبنقول يا ريت ما عملته وانه يمكن بفضل ما حدا يعرف فيه، بالعكس بصلي انه نكون عم نفتخر بالاعمال اللي عم نعملها لانه لسبب وحيد هو انه الرب يسوع عم بيتمجد من خلاله وعم بيبين. امين يا كارن. امين. معنا اتصال جديد هلا كمان عم يعمل كونكتينج. الو مساء الخير. الو مساء الخير. الو. الو مين عم يحكينا؟ ميرولا. ميرولا من وين عم تحكينا يا ميرولا؟ من الكويت. من الكويت. ميرولا اليوم بعيد سات 7 كيدز الـ11، شو بتحبي تقولي للسات 7 كيدز؟ وانت طيبة يا ميرولا. بتتمنى انه هيك سات 7 كيدز تكمل وتزيد حتى البرامج اكتر على طول؟ ايوه طبعا. اوكي. آمين. يا ميرولا نحن بنشكر الرب لاجلكم. اي رقم بدك تختاري معنا؟ اتناشر. والسؤال رقم 12 يا ميرولا بقول اسم مقدم برنامج أبطال الكتاب إلي، يعني شو عائلته لإلي؟ هيدا سؤال صعب. نجار، حجار، جيتار أو عواد؟ بلش وقتك. شو رأيك؟ علقت إيدي إلي ما عم تنزل بقى. ما عم تنزل. عواد. سؤال صعب يا كارن. منيح اللي حزرتيه بسرعة. يعني نشكر الله اللي حزرته لأنه بفتكر لو ما حزرته ما بقى كنت حكون مقدمة معها. كان شحتنا إلي من الاستديو. رح أخذ اسمها لميرولا. برافو يا ميرولا على جوابك الصحيح. أكيد في اتصالات كثيرة بس قبل ما نتابع حلقتنا أصدقائي رح ناخذ بريك وبنرجع معكم.
نرجع معكم اصدقائنا. بتعرفي اليه هلا نحن عم ناخذ هيدا الاتصال، بس بدي اقول لك انه لبسها كثير حلوه، اكشلي مكتوب عليها كثير حلو، يلي حسيتها كثير هيك نطرني. انا ما فيي اقرا من فوق. اوكي طلع هلا على هيدا انسباير سمون، يعني الهوم حدا. الهوم؟ ايه يعني بيت حدا؟ شو؟ اه ما الهوم الهوم البيت. لا نقلت على العربي. اوكي يعني الهم الهم حد. اوكي كيف اخذتيها يا كارين؟ هيك شو فكرتي فيها؟ بتعرف يعني كثير مرتبطه حتى بالشيء اللي عم نحكيه هلا، يعني يمكن انا وقت احكي او وقت اتصرف او لما حدا يشوف كيف انا عم بعمل رده فعل او حيلا شيء لازم اكون عم بلهمه. شو يعني الهمه؟ يعني لما يتطلع يربطه بشيء. رح فسر. يعني يا الي مثلا هلا اذا انت غلطت معي اوكي وانا كنت كثير رايقه معك فرجيتك تصرف حلو، يمكن بهيدا الوقت انا ذكرك بتصرف مثلا يسوع تصرفه. والهمك انه انت لما تنحط بهيك موقف كمان تتصرف هيدا التصرف. حلو. فهيدا شيء شو بيكون منبعه يا كارين برايك؟ منبعه شو المصدر تبعه؟ علاقه مع يسوع. امين. يعني الرب هو اللي بيشتغل فينا اصدقائي، الله بيشتغل فينا وبحياتنا بخلينا نكون سبب بركه لغيرنا. هذا الشيء اللي حابب اقوله لاصدقائي. بس من بعد ما ناخذ اتصال واتساب من مصر. الو مساء الخير. الو الو مساء الخير. تنور. مين عم يحكينا؟ إريني. إريني. أختي أناستازيا. كيفكن يا إيريني؟ إزايكم؟ كويسين الحمد لله. شو بتحبوا تقولوا اليوم أو شو بتحبي تقولي أنت؟ لأنه يمكن ترجع تتصل فينا أناستازيا بعيد ست سفن كيدز الـ11. تحبي توجهي رسالة لست سفن كيدز؟ كل سنة وانتم طيبين. ثانك يو إيريني. وأنتو كمان كنت عم تقول كل سنة وأنتو طيبين. أمين. أوكي يا إيريني، أي رقم حتختاري؟ تسعة. والسؤال رقم 9 بيقول بونس. بيقول انا على طول بيقول وبنطر السؤال ليطلع. ما بيقول السؤال يا إيريني. رح تربحي معنا جايزة من دون ما نسألك. خلينا نشوف شو ربحتي معنا. مبروك، رقم البونس بخولكم تربحوا معنا داما. مبروك يا إيريني، نحن كثير فرحنا انك ربحتي معنا. ويا إلي معنا اتصال كمان على الواتساب من مصر. الو الو مرحبا. الو ران. ما سمعت مين معي؟ راني. راني ازيك يا راني؟ كويس. اي رقم حتختار؟ تو. والسؤال رقم 2 بيقول اروع، وبدك تحط الجواب الصح، هو برنامج يعرض يوم الاحد. اروع صديق او اروع حبيب او اروع كتاب او اروع برنامج. فكر كثير منيح يا راني. صديق. الاحتمال الاول كارين. اليوم اجوبه اصدقائنا بفرجوا قد ايه هن بشاهدوا وبتابعوا برامج ست سفن كيدز. صح، يعني ما عم بيعطوني الفرصه اصلا انه انا انزل وروح ساعدهم. صح كارين. بدي اقول لك شغله قبل ما تقلي حتل... شو ضروري البكتيريه بيتاجل. اوكي. شو رايك نعزم معنا اتصال من صديقنا راني، من صديقنا هلا رح نشوف مين. اوكي الو. الو هاي اندي. انا اسمي اندي. اوكي يا اندي ازيك؟ 11. اندي مختار الرقم وجاي. نحن كويسين يا اندي وكثير فرحانين باتصالك. وهلا اخذنا رقم. ميرسي كثير. وانتو كمان. أندي السؤال رقم 11 على الشاشة. 11. أوكي. سؤالك بيقول اسم برنامج مع
11 عندي اثنين دغري جاوب دغري جاوب عندي الجواب صحيح برافو يا اندي ما حدا سبق علي يعني هيدا اول مره يا اندي مش ما بقرا الاحتمالات ما بقرا السؤال برافو يا اندي اسمك صار بقلب البوكال وهلا معنا فيديو كول هاي سالي هاي كيفك منيحه سالي كل سنه وانت بخير وانتم بخير ان شاء الله تنعاد عليكم بالصحه والسلامه امين امين سالي اذا بدك تشكر الرب على شيء بلست 7 كيدز على شو بتحبي تشكريه يا عم تصرخ بدي انتقل سوري انا لا تسمعني سالي سالي بدي اشكره على عائلتي واصحابي وعلى كل شيء امين يا سالي وشو برنامجك المفضل يا سالي وما رح نزعل اذا قلتي برنامج غير ابطال الكتاب ما رح نزعل انا بحب ثلاثة اي اكيد قولي لنا شو هن الصبح الزورة وابطال الكتاب وعيلة يسوع اوكي يا سالي بنشكرك لاجل صراحتك وصدقك نحن كثير بنحبك وبنشكر رب كرمالك ويلا يا سالي هلا اي رقم حتختاري 11 اختاروا اندي هلا بدنا نختار رقم ثاني يا سالي 10 الرقم 10 والسؤال رقم 10 بيقول كم عدد الالات بواحد من البرامج اللي انت كثير بتحبيها كم عدد الالات المستخدمه في برنامج قصه وحزوره اله واحده آلتين، ثلاث آلات أو أربعة؟ ثلاثة، سالي خليكي معي، شو هن الآلات؟ البيانو والجيتار والدرامز برافو يا سالي برافو يعني قد ما جوابك حلو ودقيق بحق لك حط اسمك مرتين هلا أكيد رح حطه مرة هيك واحد. بس عن جد برافو، ثانكيو على اتصالك، باي باي إلي أنا حطيت الاسم أوكي أنت وعم بتودع لسالي بتعرف يا إلي دايماً 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 نحن عنا هيك ناخد قرار بين دايماً احتمالين أوكي؟ أنا بكل موقف بنحط فيه وحتى لما أوعى الصبح أنا بدي أختار أنا اليوم بدي الأشخاص لما تطلع فيي مين تتذكر؟ تتذكر يسوع؟ أو لا تقول إنه لا أو ما تتذكر حدا يمكن 100% يمكن لما يشوفوا ردة فعلي هل حي مثلاً يتذكروا شيء حلو؟ يا ماشي بشيء هل انا بقراراتي رح كون عم مثل يسوع او ما عم مثله فمشان هيك يا الي هيدا حلو لانه بيعلمنا نفكر وبيعلمنا ندقق بحياتنا انه بكل وقت انا عندي اختيار اعمله بين قرارين هل انا حاعمل شيء صح يا ماشي الغلط فيمكن هلا اصدقائنا عم بيفكروا اوكي يا كارن الحكي اللي عم تحكيه كثير حلو ونحن دائما كلنا بدنا ناخذ قرار صح وبدنا نعكس صوره حلوه ليسوع بس كيف؟ شو قولك يا الي كيف؟ شو فينا نعمل لحتى دائما نكون عم نعكس صوره حلوه للرب يسوع؟ يعني بفهم منك كارن انه كل يوم انا بس اوعى من النوم بقدر اقول يا اما انا اليوم بدي اكون سبب بركه وسبب الهام وسبب اني اكون عم غير او عم سبب شيء ايجابي وحلو ومبارك بحياه شخص او بدي اقضي نهار كثير عادي يمكن روح على المدرسه يمكن اقضي النهار العب وادرس وهيدا يكون نهاري صح. او بقدر حتى لو ما رحت محل احكي مع صديق لي على الواتساب اتشارك معه بشيء من الكتاب المقدس وهالشيء يكون سبب بركه لنا او كون عم بعمل عمل معين ومثل الايه اللي هلا بعد شوي رح نقراها عمل صالح ببين محبه الرب يسوع اللي موجوده فيه. أنا بقول أكيد بختار القرار الأول القرار الأول 100% بس إيه؟ لنقدر نعمل هذا الشيء أصدقائي لازم يكون في شيء جواتنا لحتى يطلع لبرا يعني مثلاً أكلة كتير منيح اليوم أوكي أو مثلاً قمت وشربت مثلاً الصبح كوفي قهوة لا بقصد ما فهمت قصدي كريم بالمثل يعني شو بدي أعمل يعني مثلاً الشجرة إذا مش موجودة الشجرة معقول تلاقي تفاح عليها؟ أكيد لا. أوكي. أو الشجرة إذا منا منيحة، معقول تلاقي عليها فواكه؟ كمان لا. نحن يا كارن بطبيعتنا
مش منيح. بطبيعتنا منميل انه نعمل اشياء غلط، منميل انه نكذب، منميل انه نعصب، منميل انه نحكي بطريقه غلط، صح؟ صح. بس لما نحن نسلم حياتنا للرب يسوع، شو يعني نسلم حياتنا؟ يعني نقول له يا رب يسوع نحن منحبك وبنشكرك لانك مت على الصليب لاجلنا، اوكي، ونطلب منك انك تفوت على قلبنا وتغيره، انك تسكن فيه ونصير نحن اولادك. بتعرفي شو بيعمل الرب يسوع؟ بغيرنا. واو. بيعملنا خليقة جديدة. شو يعني خليقة جديدة؟ كلمة كتير كبيرة. صح. ما هيك؟ مثل ما نحن يا كارن خلقنا بهيدي الطبيعة يلي تعمل الأشياء الغلط أو بتميل إنه تعمل الأشياء الغلط، الرب يسوع بيخلقنا من جديد من جوا بطبيعة جديدة لحتى نحب ونعمل الأشياء الصح. أمين. يعني يا إلي إذا أنا اليوم معودة كل ما إلي مثلا يحكي كلمة أنا أغضب، فالرب يسوع بيجي وبيصير شوي شوي يقيم الغضب مني لحتى يعطيني روح وديعة ويصير هيك هادية. أمين يا كارن. هذا الشيء اللي رح نشوفه دغري من بعد الفون كول مع صديقنا بالآية قدامنا. اوكي، اتصال من مصر يا كارن، بعد الاتصال معنا. yes. الو، مساء الخير. الو، مساء الخير. مين عم يحكينا؟ بعتذر ما سمعت الاسم. الو، جويس وحيد. كارن ساعديني، فينا نرجع نعيد الاسم بليز؟ جويس وحيد. جريس وحيد. اوكي يا جريس. جويس وحيد. جويس. 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 اوكي. اوكي يا جويس، اي رقم حتختاري؟ 17. والسؤال رقم 17 بيقول: برنامج جديد على سات 7 كيدز اسمه مرتبط بالعائلة. شو هو البرنامج؟ شو اسمه؟ عائلة سات 7؟ عائلة يسوع؟ عائلة يسوع. الاحتمال الثاني كارن، أولك أصدقائنا عم بتابعوا برامجنا؟ أكيد يا قليل، لو ما عم يتابعوا ما كانوا جاوبوا صح. من الأجوبة الصح على كل الأسئلة كارن. بدي أقرأ معك آية من أفسس 2:10، بس قبل في عنا فيديو بدنا نحضره. أوكي. فيديو كتير مميز. وهيك بهيدا الوقت يا إلي أصدقائنا فين يروحوا يفتحوا الكتاب المقدس على أفسس 2:10 ليقروا الآية معنا. بس كيف بيفتحوا الكتاب المقدس بيحضروا الفيديو؟ لا، ما هن يروحوا هلا يفتحوا يحضروا الفيديو ومنتابع مع بعض بعدين. أوكي. يلا خلينا نحضر الفيديو مع بعض. هاي 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 هاي. بدي أسألك شيء. وإحنا عندنا أسئلة ليك النهاردة. حاسس حالك وحيد؟ زعلان؟ بتحس انك مش محبوب؟ خايفين؟ بدي اقول لك شيء، من دلوقتي مش لازم تحس بكده. الانجيل بيقول ان الرب هو الحب. يسوع بيحبك. يسوع بيحبك. يسوع بيحبنا. يسوع بيحبك انت، بيحبني انا. يسوع بيحبك كتير. انت غالي عقلبه كتير، لدرجة لو انت كنت الانسان الوحيد على الارض وعملت حاجة غلط كمان رح يجي وخلصك. انت غالي. انت مبنيش سيئ. انت مميز. انت محبوب. ده شعور الرب تجاهك. حياة الحقيقة، ما تخليش حد يقولك كده. لما مات يسوع على الصليب خلصك من كل الخطايا. كلهم 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 كلهم. ما تنسى يسوع بيحبك. يسوع بيحبك. يسوع بيحبك انت وانت وانا وانت وكلنا. بيحبنا كلنا. بيحبك يسوع كتير. يسوع بحبك انت الي، وبحبك لك يا كارن، وبحبكم لكم اصدقائنا. واو. عن جد واو واو واو. قد ايه حلو انه اصدقائنا عم بيقولوا هذا الشيء لاصدقائنا اللي عم بيشاهدونا. كثير حبيت هذا الفيديو، ركز كثير انه الرب يسوع بحبنا ونحن غاليين على قلبه. بس في شغله كثير لفتتني كارن، بتعرفي شو هي؟ في حدا من أصدقائنا بالفيديو كان عم بيقول إنه لو أنت كنت الوحيد على الأرض وعملت شيء غلط كان الرب يسوع رح يجي كرمالك.
نحن كلنا أصدقاء منعرف إنه الرب يسوع بحبنا وإجا لحتى يموت كرمالنا على الصليب ويخلصنا، ما هيك؟ صح. بس هيدا الموضوع لازم نفكر فيه أكتر بطريقة شخصية. شو يعني؟ يعني يا كارن إذا أنا هلأ بعرف إنه في شخص كتير كتير مهم جاي على المنطقة اللي نحن ساكنين فيها، بنبسط بفرح إنه هو جاي، أو حتى جاي على البناية يلي أنا ساكن فيها كتير بفرح. بس لما أعرف إنه هيدا الشخص المهم كتير جاي على البيت كرمالي أنا، تتغير القصة. صح. تعرفي شو بعمل؟ بستعد، بقول في شخص كتير مهم جاي كرمالي أنا، فأنا لو ما مهم بالنسبة لإله ولو ما بحبني ولو ما أنا غالي عنده ما كان فكر يجي لعندي أنا. 100%. وهيك أصدقائي لازم نفكر بمجيء الرب يسوع. نحن بهيدا الوقت من السنة كمان عم نتذكر عيد الميلاد، عم نتذكر الوقت يلي الرب يسوع إجا على أرضنا وانولد بمزود وعاش حياة كاملة بلا خطية ورجع مات على الصليب كرمالنا وقام من الموت. وهيدا الشيء كله اللي عمله الرب يسوع هو كرمالك أنت، هو كرمالك أنت، كرمالي أنا. لما نفكر بهذا الموضوع كارن بطريقة شخصية تتغير القصة، نعرف قديه بحبنا. صح. ومنصير نقول له يا رب منشكرك لأنك حبيتنا هالقد، علمنا واعطينا أنه نحبك مثل ما أنت بتحبنا. أمين يا إلي. وإذا هيك حدا من أصدقائنا عم بيفكر أنه ما أنا ليه بده يحبني يسوع، ما أنا مش منيح وعملت خطايا وأنا أصلاً بعيد عنه، بس بالرغم من كل هول الأفكار أصدقائنا تأكدوا أنه يسوع بحبكن محبة شخصية، محبة حقيقية، وبحبكن بالاسم. مش يعني يسوع بحب الجموع، يس هو بحب الجموع، بس كمان يسوع بحب إلي وبحب كارن وبحب داني وبحب كل الأصدقائنا يلي عم بيحضرونا، بحبنا بالاسم. أمين. فمشان هيك أصدقائنا إذا يمكن شوي هيك عم بتقولوا يمكن لا أو هيك، فيكن بهيدا الوقت تحطوا إيدكن على قلبكن تقولوا له للرب يا رب بدنا نختبر يلي عم بقوله إلي وكارن هلأ على الهواء، بدنا نختبر هيدا المحبة الشخصية اللي أنت حبيتنا إياها وبدنا نعرفها بشكل حقيقي. أمين أمين يا كارن. أنا شايف أنه معنا اتصال جديد من مصر. ألو مساء الخير. ألو هاي أنا توني. إزيك يا توني؟ يا توني أنت أنت وحشنا. نحن كويسين وفرحانين باتصالك يا توني. اوكي توني، اليوم عيد ست سفن كيدز ال11، في اطلب منك طلب صغير اذا بتحب واذا لا ما بأثر، فيك تقول لي اتس اوكي الي انت عمول هيك. اوكي اوكي نحن كلنا بدي اقول ست سفن كيدز. نعم بنقولها ان كثير بحبها و لما اوكي اخر جمله توني نحن ما قدرنا نسمعها لانه شوي الاتصال ما كان منيح، فيك تعدلنا اياها؟ بدي اقول للست سفن كيدز هابي بيرثدي. اوكي ثانك يو ثانك يو يا توني. توني انا الطلب اللي بدي اطلبه منك، نحن كلنا بنشكر الرب لأجل الست سفن كيدز وحابين نصلي نقول له يا رب شكرا ونقول له يا رب مثل ما انت باركت ال11 سنة الماضيين بنصلي انك تبارك السنين اللي جاية. في اطلب منك تصلي لنا هيك مع اصدقائنا كلنا على الهوى، هيك تكون انت عم تصلي صلاة صغيرة للرب يسوع وتقول له يبارك السنين اللي جاية علينا. أوكي. أوكي يا توني نحن رح نغمض عيوننا ونسمع صلاتك ونكون عم نصلي معك. أوكي أوكي نشرك يا رب على قناة ست سفن وبتساعدنا على أن نفهمها وكل ما عليه نبيك تكمل وكمل وكمل.
امين امين يعني باسم يسوع. الاتصال كان ضعيف شوي توني بس انا فهمت صلاتك يس. وبشكرك لاجل هيدي الصلاه الحلوه الصادقه من قلبك وانت يا توني بهيدي الصلاه وبمشاركاتك واتصالاتك لابطال الكتاب ولا غير برامج بدي اقول لك انك عم تكون بركه لكتار عم يحضرونا. امين. ثانك يو على اتصالك توني. بعد ما خلصنا بعد ما اخترت رقم فنعرف شو السؤال اللي رح يطلع لك اليوم. يلا اي رقم حتختار توني؟ 20. اختاروا. اذا فيك تختار رقم ثاني بليز. 5. والسؤال رقم 5 هو كلمة السر. اسم برنامج مؤلف من كلمتين، الأولى هي 5 أحرف، الثانية هي 4 أحرف. أوكي؟ وبلش وقتك. وفي الهلبر بيقدر يساعدنا يا توني لحتى نتذكر شو اسم هالبرنامج. فكر شو البرامج اللي فيها كلمتين وأول كلمة 4 أحرف أو 5 والثانية ما سمعت شو قلت؟ ألف. حرف الألف. حرف الألف موجود يلي هو هو الثالث حرف بأول كلمة. اوكي وما تنسى يا توني انه عندك الهيلبر يلي بيقدر يعطيك كمان حرف حرفين. بتحب تستخدم الهيلبر او تقلنا حرفين؟ ما سمعنا الهاء او الحاء. ما سمعنا يا توني، فيك ترجع تعيد؟ الياء. اوكي اوكي فاذا اوكي حرف اخر عرفت الي؟ شو يا لا. توني اوكي بدك نستخدم الهلبر؟ اوكي مقدم بتوني بدي ساعدك بشغلة، إذا فينا نعمل بوز للوقت ونتذكر إنه مقدم البرنامج هو كان مقدم برنامج ليش هيك؟ مقدم هيدا البرنامج هو كان مقدم برنامج ليش هيك؟ وأنا برأيي يا توني خلينا نستخدم الهلبر رح يعطيك حرف هيك بيساعدك أكتر. والهلبر ساعد. أوكي. أذكر أنه ثاني كلمة هي يسوع. يسوع. أوكي. وفي واو عين. أوكي. وهيدي أول كلمة. فينا نستخدم الهلبر بعد مرة. أوكي. الهلبر حيعطينا حرف. حي. آية. يمكن حرف ببلش اسمه فيه؟ يمكن ببلش اسم كارن. كارن. شو رأيك يا توني؟ حرف الكاف. حرف الكاف. حكاية يسوع. حكاية يسوع. وهيدا الاسم يا إلي. توني اسمك هو آخر اسم بينزل معنا وهلأ يا كارن عالسحب. حان وقت السحب نعرف مين رح يربح معنا الجائزة الأسبوعية. إلي أنا كبست كبسة توربو. ستوب. أسرع مرة. أوكي أوكي. الوقت سبقنا شوي أصدقائي. واو. والاسم الرابح معنا هو راني. يا راني أنت الرابح معنا بالجائزة الأسبوعية. ألف مبروك جائزتك. خلينا نشوف شو ربحت معنا. مبروك لبطل جديد من أبطال الكتاب والهدية هي فلاينكيت.
مبروك يا راني، نحن كتير فرحنا انك ربحت معنا، واصدقائنا دائما تذكروا مثل ما كنا عم نقول، خلونا هيك نكبر نحن وعم نبني حياتنا على الصخرة يلي هو يسوع ويلي هي كلمة الرب. امين. كارن، في بالنهاية اقرأ آية معك ومع اصدقائنا؟ اكيد علي. فاذا الآية من افسس، رسالة افسس 2:10 بتقول: لاننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. أمين يا قليب. الآية، خلينا نتأمل يا قليب هيدا الآية ونصلي دايما ونتعلق بالرب يسوع. منشوفكم. باي.